في الحقيقة مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن والابتهال الديني شارك فيها متسابقين من مصر ومن مختلف الدول حول العالم، وصل عدد الدول المشاركة فيها حوالي 60 دولة. طبعا أبناء مصر في نتائج هذه المسابقة يعني الحمد لله حصدوا المراكز الأولى. معنا متسابق وفائز آخر عصام أحمد حسين الفائز في فرع الصوت الحسن في التلاوة المجودة على مستوى العالم في مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني. صباح الخير عليك وأهلا بيك معنا في صباح الخير يا مصر وألف مبروك. صباح النور أستاذ جمال. صباح النور. أهلا بيك. اهلا بيك. يعني عصام، خليني في البدايه اعرف منك تفاصيل الفرع اللي حصدت في المركز الاول، ايه ابرز الصعوبات اللي بتكون متمثله في هذا الفرع تحديدا؟ تمام، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. وبعد، انا شاركت في مسابقه بورسعيد الدوليه دي ثاني سنه اشارك فيها، والحمد لله حصلت على المركز الاول لعامين متتاليين 2023 و2024. وبرضه في نفس الفرع التلاوه المجوده في الصوت الحسن، الصوت الحسن في التلاوه المجوده مع حفظ القران الكريم طبعا كاملا ودقه الاحكام التجويديه بشكل كامل يعني. ما شاء الله. الحقيقه ان الفرع اللي انا يعني اللي هو المورد الاشتراك فيه ده طبعا بيكون في منافسين على العالم، والمنافسين دول طبعا ما بيكونوش على قدر قليل، لا بيكونوا على قدر عالي وعلى قدر من الامكانيات الكبيره والكويسه يعني. ان الانسان بياخد هدف ان هو يعني بس مصر، ولازم يحافظ على هذا ان هو ياخد اول على مستوى العالم حتى يرفع شأن بلده المرة الثانية الحمد لله. صحيح. طيب يعني أبرز المدارس في التلاوة عاملة إزاي؟ إحنا عارفين المدرسة المصرية مدرسة مميزة، هل في مدارس أخرى في الشام، في المغرب العربي، في آسيا، ولا يعني أغلبهم متأثر بالمدرسة المصرية؟ والله يا أستاذ مصطفى، يعني كما يقال أن القرآن نزل بمكة وقرئ بمصر. صحيح. هم يعني كل البلدان حول العالم، يعني كل الجنسيات كلهم بتقلد القراء المصريين، حتى احنا في المسابقه دول بيقول نحن نتعلم منكم كثيرا كثيرا. لان القران يعني كما قلت لحضرتك قرئ بمصر، نزل بمكه وقرئ بمصر، فهم يقلدون سيدنا الشيخ محمد رفعت، سيدنا الشيخ مصطفى اسماعيل، سيدنا الشيخ عبد الصمد، الشيحات محمد انور، سيدنا الشيخ عبد الباسط. صحيح. فيعني هم هؤلاء هم اساتذتهم، ونحن يعني بالنسبه لهم علمناهم كثيرا كثيرا يعني. طبعا وانتم امتداد ليهم. عصام، يعني حفظ القران الكريم كاملا ثم حفظه بالتجويد، ده خد منك وقت قد ايه؟ يعني قعدت قد ايه وقت عشان تقدر انت تحفظ القران الكريم بالتجويد زي ما كنت تتكلم؟ والله الحمد لله، يعني انا ختمت القران وانا عندي 14 سنه. ما شاء الله. وثم دي اول مرحله ختم القران الكريم كده حفظا، ده اول مرحله. ثم بعد كده اخذت التجويد اللي هو ان انا اقرا القران كما نزل بطريقه صحيحه وكما نطقه وقراه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه من بعده الى ان وصلنا الى هذا اليوم. ثم بعد ذلك اخذت ان انا اراجع مره الثانيه والثالثه لغايه لما اتقنت الحمد لله، ده في الحفظ والتجويد. وبالنسبه لمرحله الصوت فكانت الموهبه الحمد لله عندي من زمان، ان انا نشات في بيئه قرانيه كانت تحثني دايما على العلم والحفظ، والصوت الحسن كانت تشجعني دايما ان انا اقلد مثلا بعض الكبار القراء والمبتهلين. أيه. سيدنا الشيخ ناصر الدين طبار، سيدنا الشيخ بخشبندي، سيدنا الشيخ طه الفشني. صحيح. وغيرهم من القراء، سيدنا الشيخ شحات محمد انور. فتاثرت بهؤلاء المدارس العظيمه طبعا والعريقه. صحيح. مما ربى عندي حصيله نغميه قويه وجعل من الامكانيات عندي الحمد لله بفضل الله امكانيات نغميه ذا امكانيات عاليه. اقدر انفذ بها الحمد لله اي حاجه.
هي بالفعل زي ما قلت يعني المدرسة المصرية هي مدرسة متفردة، وسرها في بساطتها زي ما بيقولوا، لأن قراءة القرآن بتكون فيها بشكل بسيط من غير تلوين في الصوت، لذلك يعني بتلقى رواج في كل دول العالم. بنشكرك عصام حسين الفائز في فرع الصوت الحسن في التلاوة المجودة بمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني.